باشمهندس يا باشمهندس، الست منى عايزه حضرتك على التليفون ضروري. ايه يا منى؟ علي صوتك مش سامعك. وبعدين؟ طب بقول لك ايه؟ خليك لي هنا على المصنع عشان مش هعرف امشي دلوقتي خالص غير لما اصلح المكنه دي عشان الشغل ما يقفش. يلا مع السلامه. شفت يا باشمهندس عامل ايه في الارض؟ عملوا مسرح هنا كهوت وكان خيمه. مش كنا رحنا نقيس جبنا ظابط وكام عسكري معانا احسن؟ اتكلم معاهم الاول ونشوف حكايتهم ايه بالظبط. يلا. بطل يا باشا. بتعمل ايه يا ابني انت وهو؟ ايه اللي السودا دي؟ انت جاي تاني يا دول؟ يعني انت مش عايز تحرم غير لما اعملها معاك؟ وايه ده بسلامته اللي انت جايبه معاك؟ في يا جدع انت؟ ده الباشمهندس ابن صاحب الارض دي، قبل ناس البلد. ما تاخذيش يا سعادة الباشا، اللي بيعرفك يخالك، لا مؤاخذة. مش الكرسي بسرعة. جايلك بسرعة. يا جايلك مين صاحب الفرقة دي؟ يالا المعلم حسن أبويا، بس هو بعافية شوية. يعني أتكلم أنا مع مين دلوقتي؟ معايا يا باشا، أنا الكبير بتاع العالم دي. ولما أنت الكبير بتاع العالم دي، يصح تيجي تقعد في الأرض مش بتاعتكم وتفرش عليها الزفت بتاعكم ده من غير ما تستأذن؟ ولا مفكرينها بيبقى سايبة ولا سايبة؟ يعني يا باشا بعد إذنك، يعني الأرض كده هتتعمل عليها خيم. يعني ايه الكلام ده اللي انت بتقوله؟ ايه الله الله، الصبح جت عربيه نقل كبيره محمله خيم، حتى بقى مره سالوا عليه وقالوا فين الاستاذ برنداري ولا مش عارف المعلم برنداري ولا الواد برنداري تقريبا. انا ماليش صالح بالكلام ده. طبعا الاستاذ عصفور، خلونا في موضوعنا دلوقتي. لا اصحى سعاده الباشا، الواد ده كده بيشتغلك وبيعمل شغل بره، انت بتعمل شغل من ورا الباشا ولا ايه؟ انا ماليش صالح بالموضوع ده، يظهر والله اعلم الاستاذ عصفور. خلاص خلصنا، اللي حصل ده غلط وما ينفعش. ما تجيب من الاخر يا اخين، انت عايز ايه؟ انت قابلت بنت انوسه؟ لما رجاله بتتكلم الحريم بتتكتم. انت اسمك نوسه؟ ايوه. في مانع يا بنت؟ حط رسالك في بوقك واسكتي. هو ايه ده اللي اسكت؟ الفرقه دي بتاعت ابويا، يعني انا اللي اتكلم. ونوسه ما بتكدبش. انت شكلك عصبيه قوي يا نوسه، ما تهدي شويه. ما تاخذنيش سعاده الباشا، خلي كلامك معانا ونظرتك ليا انا. عشان يعني طيب يا حبيبي، احنا بقى محتاجين الارض دي فاضيه عشان هنبني عليها مول. تبنوا عليها ايه بالصلاه على النبي؟ مول يا بنت، حط الصرف في بوقك. قلطم على وشي، اسكتي. ما طولتم. ايه يا بنت يا مسهوكه انت؟ ما تسيب الجدعان يتكلموا مع بعض، ما انا قاعده حاطه بوقي خيشه وقاعده بالصبح. وانت ايه اللي حشرك يا ولية انت؟ تكونيش فاكرة عشان ما انت مرات ابويا هقولك ياما. ياما منك يا اتلم بقى منك ليها. اسكتوا. ما انت شايفها بتقول ايه؟ بس يا جمالات، خلي كلامك معايا انا هندسة، انا اللي معايا المصلحة. ما تاخذنيش يعني، احنا جينا بلدك ولفناها شبر شبر، ملناش فيها خرم ابر. ربنا وفقني ولقيت الحتة دي. وبعدين حط نفسك مكاني، انا معايا حريم، اروح فين بيهم؟ يا جماعه انا مقدر ظروفكم وكل حاجه، بس اعمل ايه انا كمان؟ ابويا عايز الارض دي تفضى حالا، وانا يعني ما رضيتش اروح ابلغ البوليس، قلت اجي اتفاهم معاكوا احسن. بوليس؟ لا يا سعاده الباشا، ده انت كده عداك العيب وازح، ده عايز اتفاهم يا جمالات، عايز اتفاهم. يا نهار اسود، ومنايل علينا وعلى بختنا الاسود، في ايه بس يا سعاده البيت؟ احنا ناس غلابه وبنسترزق من اللقمه دي، كلها كام يوم وتخلص السبوبه وتخلص حاجتي من جارتي. خلاص يا ضربه دخلك شر. هما الناس الاغنياء كده يكرهوا الغلابه ويحبوا يدوسوا عليهم. ليه بس الغلط ده؟ وانا دلوقتي غلطت معاكم في حاجه؟ ما خلاص يا مسهوكه، ده البي بسم الله ما شاء الله بقه بينقط عسل، ربنا يحميك. شكرا يا خدامتك جمالات بتاعت البريكيكو اللي بتخطف الكحل من العين. حلو. جمالات اختي. قصاره جمالات. بص يا سعاده الباشا، المصلحه معايا انا، انا ممكن ادفع لك اللي انت عايزه، بس يبقى في المعقول وتصبر عليا لغايه ما المولود يخلص. بس يكون المبلغ حنين يا خربوش وخفيف على ايد ابويا.
ايه رايك بقى يا زوق؟ ما يتهقليش فيه بعد كده، ناس ولاد حلال وزوق زينا. يا جماعه والله انا حاسس بيكوا بس يعني ما اقدرش. معقوله؟ جري يا فنج، ده انت الكل في الكل، بسم الله ما شاء الله. انا على العموم هسيبكم يومين ثلاثه كده لحد ما تدبروا اموركم. يومين ثلاثه ايه؟ هتقول ايه للباشا الكبير؟ ما تخليك محضر خير يا جدع انت، وانت عامل زي برميل الطرش كده. شفت قله الادب بتاعتي؟ اسكت انت يا بندار، انا اتفاهم انا مع بابا. بعدين يعني الحكايه كلها يومين ثلاثه، يعني الدنيا مش هتطير. تشكر على كل حال يا باشمهندس، بس يومين ثلاثه دول مش هيغطوا مصاريفنا، يعني احنا جايين من اخر بلاد ربنا، وبعدين ده موسم بيتعمل من سنه للسنه. عنده حق يا فنجينا، وصاحب الفرقه حسن كفته عيان مشلول، وام نوسه ما بتشوفش، واحنا المصاريف علينا جامده قوي، احنا اللي بنشتغل وناكل. لا حول الله يا رب. طيب يا جماعه يعني ما تحملوش هم خالص، اشتغلوا انتوا وانا هتصرف. الصلاه على الصلاه، ادي الجدعانه. قولت مليان حراميه ونشالين، مش عايز حد فيكم ينام، عايز عينيكوا تبقى مفتحه تعرفوا لي ايه اللي بيحصل في المولد بالظبط. مش عايز بقى حد فيكوا يركن في القهوه يضرب لي حجرين الشيشه ويشرب لي الشاي سفلقه. ها لازم بقى تعرفوا طريقه شغلي هنا. انا الشغل معايا نظامه الشرطه في خدمه الشعب، مش الشعب في خدمه الشرطه. واللي نفسه في اكله ولا دخان ولا حمص وحلاوه يدفع ثمنها من جيبه، مش من جيب الناس اللي المفروض نحافظ عليها ونحميها. كلام واضح؟ واضح يا فندم. جون في علمكم، انا هتابع كل واحد فيكم، فجاه ممكن تلاقيني فوق دماغك. عشان كده بقول لكم لازم تشوفوا شغلكم صح وتخلي بالكم. انا ما بحبش الظلم، اللي هيفتري هيلاقيه واقف له بنفسه. كلام مفهوم؟ مفهوم يا فندم. كل واحد يروح على مكان خدمته، عايز اشوف شغلكم. اوامر ساعتك يا فندم. صراف. لا انا بكره مش فاضيه خالص، الاول هروح للكوافير وبعدين هروح اعمل بروفة على الفستان. لا معزومه في عيد ميلاد مها بنت انكل عبد القوي جديد. يا مجدي ما تخليها بعد بكره، انا ورايا كذا حاجه. طب باي باي دلوقتي عشان اخويا عمر جه. يلا باي باي. يا عمر. يا حبيبي ازيك؟ الحمد لله. مالك؟ ابدا دول شويه. طردت الناس من الارض؟ اسكتي، دول طلعوا الناس غلابه قوي، يا دوبك جايين يسترزقوا من المولد. يا سلام، وهو بابا بتاع الكلام ده؟ انا اتفقت معاهم يقعدوا يومين ثلاثه كده وبعد كده يمشوا. وافرض بابا عارف هيكون الوضع ايه؟ وهو بابا فاضي للمشاكل دي؟ وبعدين انا عارف ان هو مسافر لبنان يعمل شغل بعد ما يحضر عيد ميلاد مها. بس بقول لك ايه، انت شكلك كده راجع مش تمام. اصل بصراحه صعبانين عليا قوي، دول لسه هيبتدوا شغل من بكره. طب بقول لك ايه، بما انهم غلابه كده احنا نديهم قرشين ويسيبوا الارض. لا قرشين ايه، ما ينفعش. هم صحيح غلابه وكل حاجه، لكن واضح ان هم عندهم كرامه وعزه نفس، دول كانوا عايزين يدفعوا اجل الارض. خلاص يا حبيبي، قول لبابا الكلام ده. كان فيهم حته بنت حلوه حلاوه، قمر يا ماما قمر. سندوتش شعبي، سندوتش فول. ماله يا جمالات، نعمة ربنا يديمها علينا. ونعم بالله يا اختي، بس نفسي تاكل المحمر والمشمر، نفسي تبقى فوق في العلالي. محدش بياخد غير نصيبه. ونعم بالله. امال انا زمان بقى كنت تشوفيني بعمل ايه؟ كنت بعمل نمرة انا وابوك، وكنت مكسرة المولد ده، كنت ترش الملح ما ينزلش، كانت الناس زي النمل. لكن هعمل ايه؟ من ساعة ما ابوك اتصاب في رجليه وانا قعدت وربعت جنبه، لكن الحمد لله ربنا عوضني بيكي يا حبيبتي، منورة المولد مكاني. عموما يا جمالات، لو عايزة تعملي أي حاجة بدالي في الفرقة أنا ما عنديش مانع. إيه رأيك في لعبة الخناجر؟ اخص عليك يا نوسة كده، وانا بحبك وعمال اقول فيك شعر واشعار من الصبح، جت تقولي لعبه الخناجر عايزه تموتيني وانا في ربيع العمر. ايه خفتي؟ مش
اشمعنى انا ما بخافش؟ لازم اخاف يا اختي. اللي بيلعبها معاك ده اخويا حبيب قلبي اللي بيحبك يا روحي، ودايب فيكي ودايب في هواكي. يعني الخنجر لو جه في قلبك كان جه في قلبه هو، لكن انا يبقى الله يرحمني وبخبر كان. موسى ايه رايك كده لو في وسط المونولوج وانا بغني قمت قايل نكته؟ فكره حلوه يا مشمش، ابقى اعملها. بس انا خايف الناس ما تضحكش عليا وابقى في نص هدومي. في نص هدومك يبقى لبس النص التاني العسليه الملزقه بتاعتك، وكده تبقى كملتوا الطقم مع بعض. ايه بقى رايت الكرسي قبل نمرتك يا مشمش، وان شاء الله ربنا يحب فيك خير. بسم الله ما شاء الله. تقول وحش كاسر دخل عليهم، هو تلاقيه المهندس الاخضر ده هو اللي وزهم علينا وقال لهم كسروا المورد عليهم. انا بقول كده برضه، الواد ده من ساعه ما شفته انا ما ارتحتلوش، لما شفته كده لقيته حسيت انه خاف مني. انا ليه هيبه برضه، قام خاف وهبه. روح البيت بقى فكر، وقعد هو وبنداري يخططوا ويرسموا. مش ممكن الباشمهندس يعمل كده، ما كان اسهل له بعت لنا البوليس تردنا من هنا. نوسة عندها حق يا خربوش، الجدع الغفير اكيد مستفيد بالارض ديت، والخيم دي كان جايه لمال اهو متروقه وكلوا علقه ما ياكلهاش حمار في مطلع، وعمرهم ما ينسوها. وان نسيوها عمرهم ما ينسوا مجموعه الذكريات اللي علقتها منهم. قسم يا سامبو، احنا مش قلنا ما فيناش مش سرعه يا سامبو، مش عايزين الحكومه تحوم حوالينا. لو اعرف بس طريق الباشمهندس فين، كنت رحت له واشتكيت له بنفسي. بتقول ايه يا بنت؟ تروح لمين؟ تروح الراجل العازب عنده في البيت ازاي؟ طبعا ما جات لها على الطبطاب، عايزه تروح للعازب لوحدها، ناقصين حد يتكلم علينا، اما تربيتك ناقصه صحيح.